محاولتهما إبقاء تفاصيل القضية طي الكتمان، إلا أن طلاق مؤسس شركة أمازون الملياردير جيف بيزوس وزوجته بعد 25 عاماً شغل الكثيرين. موقع CNBC كشف بعض المعلومات قائلاً إن طلاق الزوجين قد يصبح أغلى انفصال في التاريخ، على اعتبار أن ثروتهما تقدر بنحو 135 مليار دولار، وبما أن بيزوس وزوجته ماكنزي يعيشان في ولاية واشنطن الأمريكية التي تدخل ضمن الولايات المطبقة لقانون الملكية المشتركة، فإنه يتوقع أن يتم اقتسام ثروة الطرفين بالتساوي، حيث ستحصل ماكنزي على ما ينهز 66 مليار دولار في حال تطبيق هذا القانون، الأمر الذي سيجعلها أغنى طليقة في العالم إلا إذا كان قد وقع اتفاق ما قبل الزواج.